من يعرف الرواج الكبير الذي تشهده هذه المدينة الصغيرة التي تتوسط الطريق الرابطة بين مكناس والحاجب يعرف أن أمرا ما غير عاد تعيشه بفكرة. فجميع محلات الجزارة مغلقة منذ أسبوعين لأن أصحاب هذه المحلات في إضراب مفتوح احتجاجا على إغلاق المذبح مصدر عيش العشرات من الأسر. أنا عندي الولد عنده 30 عام وعندي واحد عنده 34 عام، داكشي باش عايشين. كيجيبوا لنا الرجل كنشيوطوهم. 50 أسرة اللي خدامة ديك الكرنة كلها غتمشي ضحية، كلهم كاريين. وخص بنادم يجي يشوف الحالة ديال دوك الناس، ماشي واحد كيكون بورزوا كيبغي يخرج على واحد ضعيف. أنا كنقولها للعالم كله باش يسمحها. فين تلاحوا؟ فين تلاحوا حنا ولادنا؟ فين؟ فين مشاو؟ الكرا جابت والصاير جابت، فين مشاو؟ اللهم لا داهم كرا منكر. المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية صاحب قرار الإغلاق، والسبب هو أن مذبح بلدية بوفكران لا يتوفر على الشروط الصحية الدنيا، والبديل هو المجزرة الخاصة المتواجدة بتراب مكناس. المضربون يرفضون البديل لأن مصاريف الذبح بها لا تتحملها طاقة الأسر المعوزة، بالإضافة إلى بعدها عن بوفكران بعشرين كيلومترا، ومع ذلك فقرار الإغلاق حسب مكتب السلامة الصحية لا رجعة فيه. احنا نهيب بالجزارين باش حتى هما يرقاو بالظروف اللي تيخدموا فيها، لان هاد الاجراءات المتخذه فهي من المصلحه ديالهم، فهي غتعطي جوده اكثر للحوم ديالهم، المستهلك غيثيق فيهم اكثر. فالمصلحه الاولى والاخيره فهي الجزارين، فكنناشدوهم باش يمشيو معنا في هاد البرنامج هذا. بلدية بوفكران ووعيا منها بوضع مذبحها قامت بإنجاز مشروع مذبح جديد بكلفة 240 مليون سنتيم وهو جاهز. وحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية فإن هذا المذبح أيضا لا يرقى إلى المواصفات المعمول بها، وبالتالي فإن أمر الاشتغال به يبقى معلقا. تقديرنا احنا داخل المجلس البلدي هو قرار متسرع ولم يراعي مسبقا الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والتداعيات ديالو على مدينة بوفكران وعلى الرواج الاقتصادي فيها باعتبارها مدينة واعدة. لذلك حنا تنطلبوا من المسؤولين بهذه المناسبة ومن خلال المنبر ديالكم للعدول على هذا القرار هذا. في إطار البرنامج الوطني لتأهيل المجازر تم إغلاق ثلاث مذابح تعتبر قطب راحة اقتصاد المناطق المتواجدة بها، وهي بوفكران وواد الجديدة وتلال. وسوف يتم إغلاق مجازر أخرى بمكناس عند معرفة الطاقة الاستيعابية للمجزرة الخاصة.